أنا ما قلت لك 100 مرة ما عاد تتصل فيني على البيت؟ ما بتفهم؟ قلت لك لا تلحقني. لا أنا أبداً ما فيني أعطيك مصاري. لا أبداً ما فيني إجي هلأ وشوفك. فهم علي، ما فيني حط حالي بمشاكل أكثر من هيك. لقائي معك هلأ رح يكون في خطر كبير علينا. اسمعي، لازم تفهمي إنه أنا ما دخلني بمشاكلك. طبعاً فهمتي قصدي، أنا ما بدي غير مصاري. فهمتي شو؟ بأي طريقة كانت. لكن اسمع منيح وفهم شو رح أقول. ليكي، إذا ما جبتي لي المصاري بأسرع وقت رح أكشف هويتك قدام عيلة جاروديا ورح أفضحك قدام الكل، وما رح تكوني مبسوطة. لهيك لازم تتخذي قرارك بسرعة 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 قد ما تقدري، أو لا تكوني حابة تشوفي نهايتك قدامك. شو رأيك بهالمشهد؟ فكري منيح. استنى شوي، ما تسكر الخط. أنت بدك مصاري؟ رح أعطيك. استناني بنفس المكان، ما رح أتأخر. ناطرك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.